ممكن يكون يومك مناسب جدا، هتبقى قادر عشان تأمن كتير من المزايا الإضافية ليك. هتخطط بشكل كويس بما فيه الكفاية عشان تتابع قراراتك الرئيسية. بالنسبة ليك مهنيا، هيضمن الشغل اللي انت بتقوم بيه تقدم واضح، هيمكنك من انك تكسب التقدير من رؤسائك في الشغل، هتبقى اكتر وعي بالواجب والخدمة. بالنسبة ليك عاطفيا، التخطيط مع شريكك لوظيفة هتتكلم بيها في البيت هيخلق تناغم متبادل، وده هيخليك مبتهج بشكل واضح. بالنسبة ليك ماليا، هيشار لكتير من الأموال في اليوم ده، هتبقى قادر عشان تنفق نفس المبلغ بطريقة مفيدة. بالنسبة ليك صحيا، الصحة الجيدة متوقعة في اليوم ده، هتشتغل بشكل قوي جدا وإيجابي جدا لصالحك، وهتبقى في حالة بدنية جيدة جدا ليك. هتشكل الشمس ترين جميل جدا مع تواصل حلو جدا كلا الأشخاص النهاردة، هيكونوا منتصفين بشكل كبير. هتشجعك عمليات العبور عشان تتبع نهج شامل تحل بيه مشاكلك. ممكن تبقى عندك فرص عشان تتعلم وتنمو وتحسن بشكل أساسي من خلال عفوية عندك، هتأكد ذاتك أكتر والشجاعة اللي بتبقى عندك مع تقليل القلق بشأن كل الحاجات اللي مفروض تبقى صح وغلط. هنبقى منفتحين عشان نتعلم وننمو أكتر. غرورنا مش هيقف في طريقنا، هيساعدنا عشان نحرز تقدم أكتر وحقيقي. لحسن الحظ هنضع احترامنا في الأماكن الصح اللي ممكن تظهر فيها فرصة إننا نلاقي إحساس بالهدف والمهمة في الفترة دي، إننا نزيد من ثقتنا أكتر. ممكن نلتزم في الشغل من خلال المشاكل المعقدة في الفترة دي. الوقت حيوي جدا عشان نستفاد بكل عبقريتنا اللي بتقع فينا. هنبقى مصممين عشان نعتني بنفسنا أكتر بشكل أحسن. اكتشافات كتير هيتم إجراءها، هنغذي بيها نفسنا ونشعل بيها دوافعنا ونتابع بيها مسار معين عندنا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.